أهلا بحضراتكم جميعا في سلسلة ويبينارز الخاصة بشركة يوسف علام مع شركة هايدلبرج الألمانية حول آخر تطورات صناعة الطباعة في العصر الحديث والتحديات الحالية والمستقبلية لهذه الصناعة. اهتمت شركة هايدلبرج بمنظومة عمل متكاملة برينكت منذ 20 عاما، وهدف منظومة برينكت هي ربط كل المراحل الإنتاجية والعمليات اللوجستية تحت مظلة واحدة أعطتها الاسم الأشهر وهو برينكت. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن آخر ما وصل إليه منظومة برينكت من هايدلبرج، وإزاي نقدر نربط العمليات الإنتاجية والعمليات اللوجستية والعمليات المالية تحت مظلة واحدة. هذا التطور وصل بنا إلى منظومة برينكت برودكشن مانجر. برينكت برودكشن مانجر أصبحت مجموعة من الموديولز بتغطي كل احتياجات الشركات المتخصصة في الطباعة الإنتاجية، سواء كانت كوميرشال أو باكجينج أو ليبل، تحت نفس المظلة. هستعرض مع حضراتكم برينكت برودكشن مانجر إزاي أعطى للعملاء سهولة التحكم في العملية، المعلومات المتاحة في كل خطوة من الخطوات الإنتاجية علشان يؤثر في النهاية على العائد على الاستثمار. هايدلبرج بدأت المنظومة البرينكت بمجموعة من السوفت ويرز اللي بتتحكم في عمليات الإنتاج، سواء من ماكينات السي تي بي، الماكينات الطباعة الرقمية، ماكينات طباعة الأوفسيت، لكن لقيت ان ده مش كفاية، يجب ان يكون هناك توسع اكتر في الانتاج، الربط مع الانترنت والعمليات الرقمية، علشان نقدر زي ما حضراتكم شايفين نتحكم في الويست بتاع الماتيريال، الويست بتاع التايم، ونزود البروفيت للشركة الطباعية. علشان ده يحصل لازم تكون المنظومة تقدر تتحكم في الفايل من اول البري بريس، البي دي اف، التشيك، ازاي اقدر ابعت ذا سيم داتا، ايه اللي اقدر اعمل له امبروفمنت في البرودكشن، احط كل المعلومات اللي انا عايزها. وده كان احد اهداف الوظيفه البوش تو ستوب، انه انا لو حبيت ان انا اوقف العمليه في اي لحظه كل الداتا في كل الماشينز موجوده بنفس الاسلوب اللي بدات بيه، مش احتاج اعمل ريزيوم للفايل من اول وجديد او للماشين. ازاي اقدر اوصل للكلام ده؟ الاحتفاظ بالديتا مع امكانيات الهاردوير تمكنني من ان انا اقوم بضبط اكتر من عملية في وقت واحد وارسالها للماشينز كلها في نفس التوقيت بنفس المعلومات، حتى لو حدث توقف جزئي او توقف كلي لاي معدة ثم اعادة التشغيل، انا لا احتاج الى اعادة ضبط اي معدة، بل ان انا استمر في السيتنج اللي تم ارسالها للمعدة بنفس الاسلوب. وبالتالي الاستمرارية زي ما حضراتكم شايفين في الانتاج، اعادة انتاج العملية بنفس المواصفات السابقة طبقا للداتا سيرفر اللي موجودة في المنظومة الطباعية اللي بتتحكم في الانبوت والاوتبوت والمسج ريتيرن اللي بتخليني اقدر اعمل اناليسز للمعلومات. هذا بالاضافة الى الجزء المهم كمان، امكانية ادخال كل المعلومات حول الخامات التشغيلية المختلفة التي دائما ما يحتاج العميل من from time to time ان هو يغيرها. هيبقى عندي قاعدة معلومات ثابتة لجميع انواع الخامات اللي بيستخدمها العميل ومواصفاتها الفيزيائية والكيميائية والتشغيلية. ده بيخليني اقدر ان انا ابعت المعلومات ديت مع الفايل البي دي اف علشان يعمل اوتوماتيك ادجستمنت للعملية. طيب ده في داخل العملية الانتاجية. طب العملاء ايه دورهم في المنظومة؟ اقدر ادي permission للعميل ان هو يقدر يعمل ابلود للفايلز بتاعته على المنظومة، يقدر يتابع عمليته، يقدر يعرف الدليفري تايم، يقدر يعرف السيتويشن بتاع العملية، بحيث انا اشركت كده العميل داخل المنظومة الطباعية اللي انا عاملها. وده الجديد في البرينكت، انه اصبح سمارت برينت شوب.
سمارت برينت شوب ايضا من احد وظائفه اذا كان العميل بيمتلك اكتر من معدة داخل المؤسسة الطباعية، يستطيع النظام ان يحدد وبدقة الماكينة المناسبة لانتاج هذه العملية بكفاءة واقتصادية ايضا في التشغيل في اقل وقت ممكن، وده عن طريق احدى الوظائف اللي بتمتع بيها البرينكت وهو البرينكت سكادولر. كل الكلام ده متاح للعميل ان هو كمان يشوفه اونلاين من خلال لابتوب او التابلت او الموبايل فون بتاعه، ويجيله كمان الانالايز بتاع العملية حسب ما انا اقدر اوصل بيها لكفاءة. ده احدث حاجة في البرينكت، وان شاء الله هنتابع مع حضراتكم التطورات في الفيديوهات القادمة.